مواليد السرطان على موعد مع أمال جديدة بالأسبوع الأول من شهر آب أوغست عام 2022. يا عزيزي بتركز ببداية هالأسبوع على أعمالك حتى تحقق بعض تقدم وتحاط بأشخاص إيجابيين، فبتنطلق على سكة جيدة بين التنين واحد والتلاتة اتنين. مطلوب منك التركيز على أشخاص مهنيين بيساعدوك جدا بنصائح مبنية على خبرات سابقة. بيقولوا سؤال مجرب وما تسأل حكيم. يلي عنده خبرة بالموضوع بيختصر قدامك الطريق وبيخليك توع. يلي ما بيسمع من خبرات غيره وبيتعلم بيخسر بها الدنيا. عليك انك تستشير هالاختصاصيين بهالوقت. طلب النصيحة شي كتير منيح. بيقولوا كتر السؤالات وقلل البرامين، مش هيك؟ خاصة أنه إذا كنت عم تبحث عن تولي مركز مسؤول وتدرس إمكاناته بهالوقت، ما تضيع أبدا وقتك بين الأربعاء أربعة والخميس، بين الأربعاء ثلاثة والخميس أربعة لإقناع ناس ما اقتنعوا. يلي ما بده يقتنع يعني ما بده. رح يصعب عليك بهاليوم التفاهم، هاليومين التفاهم مع الآخرين. بتشعر بالعجز إنه مش عم تقدر، بدك تفهمون وهن ما حابين يفهموا حضرتهم، وهالشي أمام بعض شروط تنوضع بطريقك. بس الفلك بيتحدث عن يومين مناسبين جدا بعدين، هن الجمعة خمسة والسبت ستة. بتجذب الآخرين بسحرك وإيجابيتك وبتعبر عن نفسك بأحلى الطرق. ابتداء من الأحد سبعة، وطبعا هيدا أسبوع الجاي بخبرك عنه، تستعجل مشروع مهني أو بتخوض مجال بيتطلب الكثير من العمل والإتقان والمثابرة.